نروح بقى للاهلي والزمالك وافريقيا. ما رايك فيما يقدمه النادي الاهلي افريقيا في هذه البطوله؟ شايف ان الامور اتصعبت بالنسبه للنادي الاهلي ولا شايف النادي الاهلي لسه في الجيم؟ بص، بعد النتيجه الاخيره امام صن داونز كان امال النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي ان النتيجه تبقى افضل من كده، تكسب. لكن ده مهم جدا ان انت تكسب، وكان في ايدك ان انت تكسب. لكن هنقول مثلا ان انا وجهه نظري ان في بعض الاخطاء من الراجل، تمام، في حته التنظيم الدفاعي، ويمكن حصلت في اكتر من مباراه، تمام، وحتى في كاس عالم الانديه، ان كان في بعض الاخطاء الدفاعيه كان مهم جدا، ممكن لقصر الوقت في من مباراه لمباراه مثلا، ان انت رجعت هو قال كده مش قادر اطور، وهترجع على مباراه الهلال في السودان، زائد ان انت عمليه الاجهاد على النادي الاهلي طول الفتره الاخيره على مدار الشهر مثلا، لعب حوالي بتتكلم في شهر، فتره كاس العالم للانديه لعب 11 يوم، لعب اربع مباريات لوحده، اربع مباريات، وقبل ما يسافر لعب مباراتين، والزمالك وسموحه، وبعد كاس عالم الانديه بتتكلم ان هو لعب ثلاث مباريات مثلا من ضمنهم الهلال، وبعد ما رجع. لكن للاسف انت عارف برضو ان الراجل، وده مش محبة في النادي الاهلي او مش ما يفضلش في النادي الاهلي، انت تتغير في التشكيل كتير، ده مهم جدا، زائد ان انت بيبقى عندك مفاتيح لعب، ده اللي انا بتكلم عليه دايما، داخل النادي الاهلي لازم تبقى في حالتها، لو ما بقتش في حالتها الاداء الجماعي هيتاثر. وكان من اهمهم طبعا عبد القادر وسواء من قفشه، ان انت هنا ما ينفعش تبقى مفتاح لعب مهم مع النادي الاهلي وادائك سي مثلا في مباراه يبقى 100% والمباراه الثانيه يبقى 0%، ما عندكش حتى وسط. انا بشوف ان بعض المفاتيح اللعب اللي في النادي الاهلي او الفتره الاخيره لما ادائها بيبقى مثلا مش كويس او صح، مش في حالته، بيأثر على الاداء الجماعي صح. زائد ان الراجل بيلعب ببيرسي تاو فروت صريح، مع ان انت عندك محمد شريف وانت جربت في اكتر من مباراه، انا بشوف ان انت هنا بتظلم اللاعب. حلو، ممكن بقى اروح للمواجهه دي للكابتن ايهاب؟ طبعا عايز اروح في حته اكمل الحوار دوت مع الكابتن.